بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فنحن في هذه الحلقة مع الوصية الرابعة من وصايا سيدنا رسول الله التي ربى عليها أصحابه وربى عليها أتباعه وربى عليها أمته. وكل وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها وصايا حكيمة، كلها وصايا قويمة، كلها إرشادات نافعة. إنه عليه الصلاة والسلام يقول في وصيته الرابعة التي وجهها إلى الأمة كلها في شخص عبد الله بن عباس: واعلم أن النصر مع الصبر. ما أجملها من وصية! واعلم أن النصر مع الصبر، أي أن النصر في كل الأمور لا يتأتى إلا إذا وطن الإنسان نفسه على فضيلة الصبر. والصبر معناه أن تعود نفسك على تحمل المتاعب والمشاق، وهذا معنى الصبر حتى في اللغة العربية. يقال سيف صبر، أي قوي متين. فالصبر مأخوذ من هذه المادة التي تدل على قوة التحمل وعلى حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. وكيف لا، والله تعالى هو القائل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصبر أنواع. هناك صبر على الطاعة، بمعنى أن يوطن الإنسان نفسه على أداء الطاعات التي كلفه الله تعالى بها مهما كلفه ذلك من مشاق. قد ينام الإنسان بالليل على فراش وثير، وقد يشق عليه أن يقوم لصلاة الفجر، ولكنه لقوة إيمانه يوطن نفسه على الصبر فيترك الفراش الناعم الوثير ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهذا هو معنى الصبر على الطاعة. الصبر على الطاعة معناه أن تؤدي ما كلفك الله تعالى به بنشاط وبعزيمة صادقة وبحسن صلة بالله عز وجل وبرغبة في ثوابه. الصبر عن المعصية ما معناه؟ أن تبتعد عنها مهما كانت المغريات ومهما كانت الشهوات، لأن من معاني الصبر أن يوطن الإنسان نفسه على تخطي العقبات وعلى البعد عن المغريات وعن الشهوات مهما اشتدت ومهما عظمت. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم يأتي النوع الثالث من أنواع الصبر، وهو الصبر على شدائد الحياة، على مصائبها. قد يصاب الإنسان في ماله، قد يصاب الإنسان في ولده، قد يصاب الإنسان في أخيه، قد يصاب الإنسان في أبيه، وهنا يصبر، لأن طبيعة هذه الحياة تقتضي منه أن يتحمل الشدائد وأن يتحمل المحن. وفي الحديث القدسي: خلقت الراحة وأسكنتها الجنة. أما هذه الحياة فمن طبيعتها أنها لا راحة معها، وإنما هي دار ابتلاء وامتحان. أيها الإخوة،
وأيتها الأخوات، ما أجمل هذه الوصايا التي نختتم تلك الحلقات بها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.